السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحرية ثم الحرية لكافة الإخوان ديالنا المعتقلين داخل السجون. المجد والخلود لشهداء وطننا الجريح. تعليقا على مقتل شابين بمدينة ببحر في عرض البحر ديال السعيدية، ما بغيتش نعلق على هذا الموضوع يوم أمس لأنه ما عنديش شي معطيات اللي هي كافية. أول حاجة، ثانيا ما بغيتش نتسرع لانه حنا كمغاربه موالفين مسرحيات كيتم اخراجها من طرف الحموشي وما الى ذلك من بياض ديال النظام. وبعد ما تسلط الكلام ديال احد اللي كيتم راسه بانه اخذ ضحيه، تسلط القصه كامله، الكلام ديالو كله تناقض. اول حاجه كيتكلم على انهم كانوا 5 افراد. كاين بزاف ديال التناقض، غنذكر منهم بعض فقط، ولكن اللي باينين كيتكلم على انهم 5 افراد وكانوا 4 جيتسكي. كيقول بلي واحد تم اعتقاله، جوج ماتوا وهو خرج. اين هو الفرد الخامس؟ هذه اول حاجه ما تكلمش على هادشي. ثاني حاجه كيتكلم عليها، ويوم امس خرج مع ديك الوحده و12 خرج تقريبا، كيهضر كيصرح لوسائل الاعلام، كيقول بانه الصديق اللي تم اعتقاله في الجزائر تم الحكم عليه ب 18 شهر. واش كاين شي واحد كيتشد بالليل وكيتحكم مع الوحده ديال النهار؟ هذه لا يصدقها العقل، اي عاقل ما غيصدقش هذه الروايه. هذه كذبه واضحه. انا اللي وثالث حاجه هي انه حتى الحكومه او الدوله المغربيه او النظام المغربي ولا حتى النظام الجزائري لم يصدروا اي بيان او بلاغ للراي العام يوضحوا فيه ماذا جرى. كاين حتى شي تعليق ولا بيان ولا بلاغ، كاين حتى شي واحد. بل حتى الوزير تم مساءلته يوم امس على الناس اللي ماتوا، كيقول بان هذا اختصاص القضاء، وانا لا استبعد انها تكون مسرحيه من اخراج المخزن بعد ورود اخبار غير مؤكدة تفيد بأن الملك محاصر بجزيرته بالكابون، القصر ديالو في ديك الجزيرة اللي في الكابون. كاينة حاجة أخرى وهي أين هي القوات البحرية الملكية المغربية اللي كتقوم بحراسة الحدود المغربية الأوروبية ليل نهار؟ أين كانت؟ فين كانت؟ هذيك الناس، هذوك القوات البحريه فين كانوا؟ هذا تساؤل كبير. هنا خصنا نطرحوا التساؤل، فين كانوا؟ علاش الاخت حياه اللي كانت في عرض البحر قرت صور داخله مسكينه بغات تحرق، عيات تحضرات قرت صور في البحر، وهاد المؤثرين الاعلاميين حاليا اللي كيهضروا حتى شي واحد ديك الساعه ما هضرش، اللي هضروا بعض المناضلين اللي عندهم غير على الوطن ديالهم تكلموا على هذا الحدث. هذا الكل التزم الصمت. يوم امس كنشوف كل التافهين خرجوا بهضروا على كيعلقوا على هذا الموضوع، كل واحد كيفاش كيعلق، مع العلم انه الحكومه ديالنا او النظام ديالنا ما صدرش حتى شي بلاغ ولا بيان للراي العام. غير وقع عليهم كيف موقع الانضمام المغرب للبريكس، هذاك الشيء وقع عليهم، حطوا الملف خرجوا كل شيء كيعلق، كل شيء البياضيق او الصحافه الصرف اللاصحي خرجت كتهضر، في الاخير خرج النظام كدير الخبر. هنا يبان لك بلي راه كاينه شي حاجه غير واضحه، مادام ان النظام المغربي تكتم وحتى النظام الجزائري ما هضرش ما علقش على هذه القضيه، وراه كاينه شي حاجه تما غير واضحه. لكن بعض المناضلين او نسموهم النقافات ديال النظام اللي فيهم وطنيه الزيده خرجوا كيعلقوا كيقولوا شنو كاين شنو كاين شنو كاين، ولكن ما تصنتوش وما حلوش الكلام ديال اخ احد البحرية. تحياتي لكم وإلى فرصة قادمة إن شاء الله.